الراديو 90 هواها مصر. يا مساء الفل على مستمعي راديو 90، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ويوم يا رب سعيد ان شاء الله. ايمان السعيد ومحمد نشأت موجودين معاكم لحد الساعه 8. ايمان بدات كده بالبوست اللي احنا حاطينه على صفحتنا على الفيسبوك، مش فاهمه الصوره بالظبط. الصوره مريبه يا جماعه. اصدقائنا كلهم بقى لهم 3 4 ايام بيكلمونا في فكره الغدر والخيانه وعايزيننا نعمل حلقات. في الحاح على يعني الموضوع ده، وفي صديق بالذات اسمه محمد زيدان هو بيلح على الموضوع ده بقى له اسبوعين تقريبا. ويعني النهارده قررنا ان احنا نتكلم في القصه دي. والغدر معروف، الغدر يا اما بيجي من الصحاب يا اما بيجي من الستات يا اما يعني في اماكن معينه هي بتبقى مصدر معروف الغدر. جدا ان الراجل غدار بطبعه. لا ده البحر غدار، الراجل زي الفل الحقيقه يعني. فيعني عندنا حاجات كتيره جدا، والخيانات اللي بنتعرض ليها في حياتنا سواء كانت في شغلنا سواء كانت من الستات اللي بترتبطوا بيهم، خطيبتك حبيبتك، كلهم ده اكيد بيغدروا. الغدر اللي بتتعرضي ليه من خطيبك قريبك زميلك في الشغل. يعني مثلا زي ما انا غدرت بايمان دلوقتي وخليتها نعمل الموضوع ده سوا. او محضرين لكم ان شاء الله مجموعه من الاغاني الجميله اللي انتوا بتحبوها، اللي هي نكد كلها ما شاء الله ما شاء الله، هتتبسطوا قوي. يعني حقيقة انتوا اللي اخترتوا، يعني انتوا اللي بقالكم يومين بتزنوا على حلقه بالشكل ده. فيعني ان شاء الله باذن الله عايزين نعرف من حضراتكم ايه اكتر انواع الغدر والخيانه اللي تعرضتوا لهم في حياتكم. ولو في حد منكم والوان. غدار برضو يقول ويعترف ويتوب. يعني مهم انه يتوب النهارده، يتوب على ايدينا. اعتقد بعد اللي هيسمعه ده يتوب، لازم يتوب على ايدينا. هنبتدي مع بعض كده باغنيه رومانسيه جدا جدا قوي قوي، اغنيه كلها مشاعر كلها تدعو للتسامح. 199 رقم الاس ام اس وصفحتنا على الفيسبوك راديو 90 وتليفوننا 2 18 10 8 66. كرهتك الله على الراديو 90 ساعه. اهلا بحضراتكم مره تانية على راديو 90، لسه موجودين معاكم ايمان السيد ومحمد نشأت. ساعه تروح وساعه تيجي على راديو 90 هواها دايما مصري. بيكو كده يا رب. لسه بنتكلم عن الغدر، وفي رساله جت لنا على 199 رقم اخره 41 بيقول لك الغدر ان انا كنت خاطب بنت واهلها غدروا بيا وجوزواني. ده اصعب انواع الغدر، ده غدر صعب قوي. محمد امين بيقول كنت ماشي انا وصاحبي وواحده من صحابي، واحد من صحابي عاكس بنت، فجت مجموعه من الشباب عندنا علشان يتخانقوا مع صاحبي، وانا الوحيد اللي اتصدرت لهم وبصيت حواليا ما لقيتش صحابي خالص معايا. حتى اللي انا اتخانقت علشان واتخدعت فيهم يلا يعني ده غدر عليه من اصحابه. محمد عطيه الشاعر، مساء الفل والتميز والنجاح على اجمل ايمان ونشط، بشكرك جدا والله. المواقف كتير بس هنعمل ايه، كان كل موقف موقف وليه الطريقه بتاعته. فاطمه الزهراء بتمسي علينا وبتقول هي اكبر خدعه خدتها في الفيزياء، واضح انها بتمتحن ثانويه عامه لكن ان شاء الله خير. محمد زيدان بقى، يعني محمد زيدان اللي احنا عاملين الحلقه علشانه، قال لك غدرت بيا. شوف هو فضفض بقى لما فتحنا الموضوع. من اغلى انسانه في حياتي، حب عمري الله يسامحها، هي اسمها يسامحها ماشي، ولا اريد الا الانتقام. احنا محتاجين تليفونك يا محمد، كنت بعته امبارح. كلمناش ضروري. عشان هو بيحب المواضيع اللي فيها انتقام دي. بالظبط. خالد ايمن عبد الستار بيقول لما حبيتها وغدرت بيا وحبت واحد صاحبي وبعتت لي ناس عشان تضربني. يا نهار ازرق. كنت اول مره اعرف معنى الغدر. يا حلاوه. نيره بتقول بتمسي علينا، وكابتن رفاعي مساء الفل بيمسي على ايمن سعد وبيتكلم عن بطوله السباحه، اهلا بيكم كلكم. منا فيزيائيه المعلمين برضو بتقول دايما الغدر بيجي من اصحابي بيستلفوا مني فلوس، ولما يشوفوني بيتهربوا مني ويعملوا نفسهم ما يعرفونيش. ما هو في غدر كده رخم، في غدر برضو احيانا بتكوني قاعده مبسوطه فيها جدا ومرتاحه كده وريلاكس وبتاع، وحد من زمايلك او حد يجي يغدر بيكي يبوظ لك القعده كلها. يعني تبقي قاعده انت واصحابك فتلاقي مراتك هجمت عليكي، تبقي قاعده انت واحده كده الدنيا لطيفه ما بينكم، انت تبقى قاعد انت استدعوكي استدعوكي في عمل ولا في شغل، فاليوم كله يبوظ ويضرب. عموما تعالي نشوف جيجي معانا على التليفون ونعرف التجربه بتاعتها مع الغدر عامله ازاي. ازيك يا جيجي؟ ايوه ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا جيجي؟ ازيك يا عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله انا عجباني قوي الحلقه بتاعتكم النهارده، بس انا كنت عايزه اتكلم عن موضوع ان انا حصل لي بجد نفس الكلام اللي انتوا بتحكوا عليه ده. كنت مرتبطه بواحد وانتيمو كان بيحكي له كل حاجه بتحصل بينا، حتى يعني لو كلمته في التليفون الساعه كام المسج جات لي بعت له مسج بايه يحكي له بنفس التفاصيل دي. بعد ما حصل خير الحمد لله وسيبنا بعض،
اتفاجئت بصاحبه ده بيكلمني وبيغني لي بقى اغنيه محمد هشام عباس اللي بصوته. عمال هو عمل ده كله عشان وانتيم عمره يا جماعه، يعني انتيم عمره، يعني متربيين انت سوا. استنقصتيه يعني، انت لسه بتدرسي؟ لا يا هي جيجي ارتبطت بيه خلاص. انت لا ارتبطتي انا بيه خلصت الحمد لله، خلاص يعني ارتبطتي بيه فتره وبعد كده فشكلتي معايا يا جيجي؟ شفتي اصل هو خلاص طالما يعني كان خلاص ندل مع عادي، بس صاحبه. قعدته كام سنه؟ سنة مرتبطة بيه كتير تاني، يا وبعد جيجي كده والله. يعني هو بيتصل بيا بيصلح بينا، واتفاجئ بعد كده بيقول لي اساسا بحبك من زمان من كتر كلامه هو عليكي هو اللي وكده، وقع انا بينكو؟ طيب اتعلقت بيكي. نعم. هو اللي وقع بينكو؟ لا هو ما وقعش، هو اتبسط جدا يعني، ما حاولش يصلح يعني، هو ما حاولش يصلح، وانت وافقتي يا هو اللي جيجي كان يعني عايز برضو انت كده. وافقتي وارتبطتي بيه؟ لا انا ما ارتبطتش خلاص، يعني انا لقيت الموضوع كده، بس هو اساسا خاف مني، قال لي من فضلك ما تقولولوش ان انا قلت لك الكلام ده، طالما انت رفضتي خلاص اوكي رفضتي، بس ما تقولولوش يعني. لكن كان خايف جدا، خايف على امال انت علاقته. هو قعدتي بصراحه السنة مع كانت مين؟ معايا علاقتهم كانت حلوه مع بعض بجد، ما رضيتش اقول يعني، يا ما رضيتش حبيبي اتكلم. ما لا ما ده اللي انا بتكلم فيه والله. بالنسبة نشأت للبنات انت الحكاية دي من يعني اهو. الحكايات اللي نشأت بيحبها قوي يا جيجي والله. طب جيجي لو في اي اتنين مرتبطين دلوقتي وفي واحد صاحبهم بيخش في النص، تنصحيها بايه؟ بجد انصحها انها ما تحكيش كل التفاصيل يعني، ملهاش اي لازمه يعني، اساسا لما حد تالت يدخل في الموضوع بيبوظ يعني، هما الاثنين نعرف نحل المشكله وما تتعدي، الناس لكن مش لما كلها حد بتسعى تالت في الخير يدخل يعني. بيدخل بمزاجه، بيدخل بطريقته بتفكيره، هو مش شايف اساسا الموضوع ابتدى ازاي، فما انصحش بصراحه ان حد يحكي، ولا بنت تحكي لصاحبتها لانها هتبقى ضدها، ولا ولد كمان ملوش داعي ان هو يحكي لصاحبته ولا لصاحبه التاني، هما الاثنين في ريليشن، هما الاثنين يقدروا يعدوا مع بعض الموقف اللي نزلوا فيه. تمام. والله ده اللي بنقوله. بشكرك جدا شكرا يا يا جيجي على جيجي، وجودك معانا النهارده، شاكرين يا وده اللي انا حبيبتي. دايما بقوله يعني. بصي هتلاقي برضو البنات وهم قاعدين مع بعض ما حدش بيبوظ العلاقات غير البنت اللي بتطلع تنصح. البنت ما اللي هو ما بتنصح طلع الراجل هو اللي بوظ العلاقات، انت لازم تقولي البنت وخلاص تحطها في اي لا بالو. بقول لك يعني الراجل بطبيعه حال بطبيعه الحال خلاص هم فركشوا من حقه خلاص يعني، هم ليش يفركشوا مع بعض. اشمعنى هو من حقه يعني، ولو بنت اللي عملت كده لأن هيبقى غدارة. القلب يهوى كل شيء جميل. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك، مش أو عارف. القلب يعشق كل جميل. لكن البنات والله في المواضيع دي تلاقيهم بيسخنوا بعض جدا، تقعد هي وصاحبتها على جنب تقول لها شفتي عمل ايه لا النهارده. هي الكلمة المميزة عند الصحبة دايما تقول لها بنت انا مش مرتاحه له. ايوه هي دي. انا مش مرتاحه له، ده وتكر شكله بقى. لئيم. فتيجي تحكي لها على موقف مثلا تقول لك شفتي، لا احذري بقى لان ده بيقلب الترابيزه عليكي وانا عارفه الحركات دي. عدي 6 شهور بعد جمله مش مرتاحه له دي عشان تحضري فرحهم. يعني الاثنين. عشان بعد مش مرتاحه له عدي 6 شهور على ايدك، هتروحي تحضري فرحهم ان شاء الله ويعزموك. على 199 معتز عاطف بيقول لك وحشتوني. الله ده معتز عاطف صديقنا. معتز عاطف انت اهلك كمان يا معتز، والله وحشتنا جدا يا معتز. معتز طبعا كل يوم خميس هتلاقوه مع زميلنا المتميز احمد خيري، بيقدموا برنامج عربيتك كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 4، من البرامج المميزه جدا. كل حاجه في العربيات هتعرفوها معاهم. استنوهم دايما، هم بيجاوبوا على كل الاسئله الحقيقه يعني. امام بتعشق الاغنيه دي. بحبها قوي. كياده كياده كدبك سامعاه من ورا من وانا بعيده، شايفه الحكم اللي بتقول. الست سميره سعيد لما تقول لنا بقى يعني اغنيه يبقى لازم كده نصدق. كياده للرجاله. لكن طبعا يعني الموضوع كله ما بيبقاش دايما عند الرجاله، بيبقى عند الرجاله احيانا وبيبقى عند الستات كتير بس جدا. بس النسبه العاليه طبعا بتبقى عند الرجاله. طبعا يعني الغدر والخيانه، الغدر والخيانه عند الرجاله. احنا عمرنا ما بنغدر بحد يا ايمن، مش هرد عليك. البطل محمد انتوا زيدان، عارفين نفسكم. تعالي نشوف ايوه محمد زيدان بقى اللي احنا عملنا الموضوع كله علشان هو بقاله كتير جدا بيطلب حلقة مننا، على عايز نعرف تجربتك ايه مع الغدر. ازيك يا محمد؟ ازيك يا نشأة، عامل ايه؟ اقفل الراديو يا محمد، اقفل الراديو، مش اسمعنا من التليفون يا محمد، انت بتغدر بينا كده على الهوا. الو. ايه اللي حصل يا محمد؟ سلام الاول لايمان الله يسلمك وكل اصحابي والحاج عبده واشرف ابن خالي والحاج ايمن. صباح الفل على الرجاله الحلوه كلها، مسي عليهم احنا كمان حبيبي يا حاج. ما كنت يا سيدي واتغدر بيا الانسان بحبها، قعدت 3 سنين احبها وفي الاخر لقيتها صاحبه غيري. هي كانت عارفه ان انت بتحبها؟ يعني اتقدمت لها او خطبتها او كده؟ خطبتها اكتر من خطبتها، قعدنا مخطوبين
اكتر من 3 شهور او 4 شهور. بكلمها من على الفيسبوك، فتحت الاكونت بتاعها لقيته بيكلمني على اساس هي. فتحت ايه يا محمد؟ انت كان معاك الباسورد؟ فتحت ايه؟ الاكونت بتاعها، الباسورد بتاع الاكونت بتاعها. فتحت لقيت حد بيكلمني، فبرد عليه. لقيته بيسلم عليا، بقول له انت فاكرني؟ بيقول لي اه. راح حكى لي بقى حكايات كتير قوي، حاجه من سنين. انت عملت نفسك هي يعني. يمكن حد بيعاكس يعني، غدرت بيها يعني. ايه؟ غدرت بيها. لا والله هو غفلتها يا عم محمد. ماشي الحال يعني، بنسمع برضه. فلقيت نفسي بخش في حوارات كتير، وهو هو بيجاريني في الكلام وموافق على هو اللي بيحصل، وبيفكرني بحاجات كتير. ايوه، حاجات ايه يعني يا محمد؟ يعني بيحبوا بعض مثلا؟ احنا على الهوا نشر. يعني انت بقى فتحت معاه في مواضيع مش ولا بد. عملت نفسك ناصح، فقلت يلا بينا. فالراجل برضه ما كانش عنده مانع، كمل معايا وقال اللي في قلبه. يعني هي كانت تعرفه قبل كده؟ مين هي؟ هو بيعرفها تقريبا بقاله سنه ونص. كان معاها فين؟ كان معاها في الشغل. طب يمكن زميل. لا، الزميل حاجة، والكلام اللي هو كلمني فيه ده حاجة تانية خالص. ايوه اوكي. فهمت. طب انت واجهتها بعد كده يا محمد؟ واجهتها وقالت لي انت عرفت الكلام ده ازاي؟ قلت لها من الامر كذا كذا كذا. قالت لي خلاص، شوف انت هتعمل ايه؟ انا بكلم مع لها، راحت انكرت الكلام ده كله، قالت الكلام ده ما حصلش. وبعدين ساعتها انفصلنا، وكل واحد فينا راح لحاله. انا عايز طريقه بقى فكره تقول لي بيها هنتقم بعد. انت عايز نشأة يشور عليك بالانتقام؟ بالانتقام. ومش هسامحك لو ما اقنعتنيش بحاجه. ايدي عليك. لا، مش وقت دعاء والله يا حماد، الدنيا بايظه لوحدها. لا، انا مش هدعي عليك، بقول لك مش هسامحك. طب ماشي، بس قصدي انت عايز تنتقم منها ليه؟ ما اللي حصل حصل، وكل واحد راح لطريقه وخلاص. هنتقم ليه؟ ده 3 سنين بيحبها. 3 سنين بتحبها بقالك 3 سنين بالظبط كده. والله يا محمد، والله مش ههزر بقى، خليني اكلمك بجد يعني. احلى انتقام ممكن تعمله انك تشوف مستقبلك، وانك تتقدم، وان هي تندم على اليوم اللي هي سابتك فيه. او يعني ضحكت عليك فيه. كل يوم انت بتزيد في شغلك وبتزيد في حياتك وبتتقدم خطوه لقدام، هي بتندم يعني. ثق في كده تماما. انا من بعدها عارف اشتغل ولا اي حاجه؟ ما بشتغلش. ما بتشتغلش، انت كده ضيعنا. اسمع مني، مش عارف اعمل اي حاجه. انت كنت بتشتغل ايه اصلا يا محمد؟ ايه كنت بتشتغل ايه؟ انا كنت بشتغل ايه؟ انا مبيض محاره. تمام. طيب يعني انت بتدرس طيب يا محمد؟ لا. طب انت اشتغل يعني. بص يا محمد، انت حط طموح كده قدامك. انك تتقدم في شغلك، بعد كده تبقى مقاول كبير، بعد كده تاخد حاجات اكبر، تتطور يعني في شغلك. يعني حاول تتطور في شغلك، هي كل ما هتشوفك بتكبر هو ده اكبر انتقام منك ليها. لو انت عايز مستقبلك يعني. بجد فعلا والله، افضل نصيحه هي اللي نشأت قالها لك عشان تنتقم من حد، يعني يعيش حياتك بالشكل اللي يخليه يندم على اليوم اللي سابك فيه. وانت بكره هتلاقي ست سته وهي تفضل حياتها مع حد تاني دلوقتي، ومعملش اي مشكله. طيب كويس ان انت ما عندكش مشكله، ان هي يعني بقى ما تحطهاش في دماغك بقى، ارتبطت ولا ما ارتبطتش خلاص. يعني مش فاهم، ده مش فارق معاه عادي. لا، هيفرق معاها صدقني قدام يا محمد. يعني انت طالما هي اللي غلطانه وهي اللي عملت كده، بتفضل تراقبك وبتفضل تشوفك حتى لو انت مش واخد بالك. هما البنات بيعملوا كده، بيفتحوا اكونت تاني من عند حد تاني ويفضلوا يراقبوك كده، ويعملوا نفسهم متضايقين منك ومش طايقينك وبتاع. هما 24 ساعه، والنبي بس اديني الموبايل بتاعك اشوفه بس، كاتب ايه النهارده؟ شفت كاتب ايه لمين؟ شفت النهارده حالته عامله ازاي؟ اللي كان بيقول لي هموت من غيرك ده مشير لي اغنيه مش عارف عامله ازاي. فاحنا بنعيش على المواضيع دي، بناكل عيش عليها يعني. فما تقلقش، بس الموضوع طلع بسيط يعني. بشكرك يا محمد والله. شكرا يا محمد، ونورتنا يعني. بس الموضوع بسيط، محمد يشوف شغله وخلاص على كده يعني. الموضوع يشوف شغله زي الفل على كده، صح يا ايمان؟ طبعا. واحسن حاجه في الظروف دي بقى الاغنيه اللي نشأت مختارها لك. بس الاغنيه خلينا نشوفها بعد الفاصل اللطيف اللي جاي ده، لان ان اوانه. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم مره تانية على راديو ترانس. ساعة تروح وساعة تيجي، وتسمعها بصوت مين؟ مشكلتك اللي انت عايز تحكيها لنا النهاردة، ابعتها لنا على 199
او صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090، كمان التليفون 2-18-10-8-66، واكتب معاها المشكلة دي انت عايز تسمع حلها بصوت مين. بصوت مين؟ تحس ان انا بصوت مين يعني؟ في مشاكل هي ابتدت تجيلنا على صفحتنا على الفيسبوك. ايوه ثانيه واحده يا اخويا معلش. لا ولا يهمك. محمد حامد ميدو بيقول انا شاعر ونفسي اتعرف واشعاري تطلع للنور، بتمنى حد يساعدني، بس هو مش كاتب برضو بصوت مين. تمام. محمد زيدان بيقول لك بجد انا كنت محتاجه اكلمك من بدري يا نشأت، بعد ما كلمتك حسيت اني منتصر. حلو قوي، نركز في شغلنا بقى محمد. وعايز اسمع اغنيه انا مش اناتي. انا مين للهضبه؟ انا مش اناني، بس هو كاتبها بالت اناتي. للهضبه. ماشي. برضو بيكرر الموضوع، بعت في اكتر من كومنت. تقى بتقول انا مشكلتي ان بقالي كتير بقول عايز اسمع اغنيه. هنشوف لها الاغنيه دي. حاضر. من عناية تقى. محمد كمان انا شاعر ونفسي حد يتعرف على اشعاري عنينا. بس مش كاتب برضه. في حد تاني بيقول اهم حاجه يقولوا مين احسن نشأت بيضايق، اكتر جمله بحب اسمعها من ايمان. نشأت بيتضايق قوي لما ما بتكتبوش اسم الشخص اللي انتوا عايزينه يحل المشكله. طيب منى كمان عندها مشكله كبيره وعايز تسمع الحل بصوت ايمان، بس خلونا ناخد حسين كيلاني على التليفون. يا حسين منور. يا استاذ محمد عامل ايه؟ اهلا بيك. ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ كله بتكلم على الاستاذ ايمان السيد. الله يسلمك، المتالقه دايما، ربنا يخليك. انا حبيت اشارك معاكم النهارده في موضوع الغدر ده. اتفضل. عشان عندي موضوع كده، بس الموضوع ده من 25 سنه. يا بس لسه فاكره هو يعني. ده قلبك قاسي قوي يا حسين. لا هو مش راضي يروح من دماغي خالص بصراحه. ايه اللي حصل خير؟ اولا ما كانش فيه بقى موبايلات بقى ولا نت ولا الكلام ده من 25 سنه، كانش فيه لسه الكلام ده. كان في واحده، انا كنت طبعا شاب صغير مرتبط بيها بحبها. فكان في مرسال بيني وبينها بقى، يعني كان ساعتها المرسال، يعني واحده صاحبتها تبقى المرسال يعني. ايوه حمام الزاجل ده، عارف انا الشغل ده. ايوه مفيش بقى اي وسيله غير كده، واخد بال حضرتك، والورقه تبعتها وكده والكلام ده. المهم مش هطول عليكم عشان وقتكم السليم. هي دلوقتي المرسال ده دلوقتي مراتي ومعايا منها اربع اولاد. ياه انت اتجوزت المرسال. اتجوزت المرسال ومعايا منها اربع اولاد. ما شاء الله، ربنا يا ربي هدي سركم. طب هي ما كانتش بتوصل الرسائل؟ لا يعني كانت بتوصلها ساعات ساعات. لا يعني. شوف شكلها ضربت على الرسائل يا عم حسين عشان تستفرد بيك. ايوه بصراحه يعني انا صريح معاك، يعني عارف ان انا دايما صريح معاك يعني. طبعا. طب الغدر فين في القصه برضه؟ الغدر فين؟ الغدر فين ده؟ قول انت بقى. من مراتك يعني غدرت بيك وما وصلتش الرسائل؟ لا ما غدرتش يعني ولا حاجه يعني حصل ارتباط عاطفي يعني، حبتني وحبتها وكده. من كتر المشاوير لازم تحبوا بعض، انت بتقالي شفتها اكتر ما شفت حبيبتك. انا من شبرا وهي من هرم. مش ما كانتش بتيجي كتير يعني، بصراحه بتيجي تزور خالتها، واخد بالك؟ يلا نصيب الحمد لله، معايا من اربع اولاد. ما شاء الله، ربنا يخليك. بحبها جدا يعني. ربنا يخليكم لبعض. شكرا يا استاذ حسين. بشكرك جدا يا حسين. هدى من المغرب كمان بعتها بتشكر قارئ النشره محمود سعيد زميلنا. اهلا يا حودة. محمود سعيد ده من الناس الجامده جدا عندنا طبعا، من الناس المتميزه، بيسمعونا هو من الدول العربيه كلها. يا محمود من الناس الشاطرين جدا، هو اللي قرا الدقيقه الاولى في الساعه اللي فاتت. منى بقى مشكلتها ايه يا ستي؟ ايه؟ بتقول لك ان انا ما بقاش عندي ثقه في الرجاله خالص، لان كان ليا اكتر من تجربه وكلها باظت، ودلوقتي في واحد بيحاول يقرب لي وبيحبني بجد، بس برضو انا خايفه من المشكله نظرا لتجاربي او التجارب بتاعتها السابقه. تعمل ايه في المشكله دي؟ وهل تدي له فرصه رغم انها لما ادت فرصه قبل كده لكذا واحد ما طلعش يستاهل؟ هو المفروض التجارب اللي انت مريتي بيها تكوني اتعلمتي منها حاجه. وبرضو في نفس الوقت ما تطلعيش عقد التجارب اللي فاتت على الاخراني اللي جاي ده، يمكن يكون ابن حلال فعلا وشريكي. ادي له فرصه بس ما ت... يعني ما تبحبحيهاش قوي. حكمي عقلك برضو في الموضوع. بعدين انا ملاحظه انت كاتبه بيحبني بجد، فانت حاسه ان هو بيحبك بجد، فدي ملحوظه كويسه، بس ادي له فرصه بس خليكي حذره. طب فريدي برضو اللي قبليه كانوا بيحبوها بجد، ما هو اكيد برضو هي ما ارتبطتش كده. يبقى انت بقى بتهيألك كان ساعتها وان هم كانوا بيحبوكي بجد، اللي بيحب ما بيغدرش.
صح كده؟ يعني تعمل ايه؟ تدي فرصة في الآخر ولا ما قصدي انت تديش فرصة؟ هتعملي ايه، ادي فرصه وامرك لله، بس صح ما تبحبحيهاش قوي. طيب ماشي، هتبتدي الحكايات وهنبتدي نسمع مشاكلكم على راديو 90 90، كل اللي عنده مشكلة يبعتها ويقول عايز يسمعها بصوت مين؟ إيمان السيد ولا محمد نشأ؟ أيمن بعت لنا بيقول كان بيشكرنا وعايز نحل له مشكلته أو نتكلم عليها. حاضر أيمن، بس هو لسه ما بعتهاش. باسم بيقول إحنا ممكن نتعرف بنشأة وإيمان الأول علشان نشوف مين فيهم الأقوى. أكيد يعني أكيد الرجالة أقوى يا باسم، ده سؤال يعني مش منطقي الحقيقة. مش هرد عليه. محمد بشكرك يا محمد. في شيماء هيكل، حضرتك اكتب لي اسمك ثلاثي والسكن والعمر. ده حد عايز مسؤول مقابلات يوصل حد عشان موضوع الشعر. هابي احمد بتقول مش عندي مشكله بس فرحانه قوي بنشأته ربنا. بشكرك جدا، اشكرك جدا يا هابي. علي ايام او على ايامه بنعيش، احلى مساء عليكم وبشكرك. بيشو انا مش عارف اذاكر والامتحانات تقترب بصوت نشأت. ليه مش عارف تذاكر؟ يعني اكيد ابعت لي ايه الاسباب اللي مخليك مش عارف تذاكر، الفيسبوك مثلا، اصحابك، تدلع، الانترنت، يعني في حاجات كتيره ممكن تخليك مش عارف تذاكر. ايوه صح. محمد زيدان بيقول بلاش احراج يا ايمي وعديها اناني، اناتي مش فارقه. طنط جيجي، طنط جيجي مساء الفل يا طنط جيجي، بتمسي علينا بتسال نشأت مين الاموره اللي قاعده جنبك وسلام الايمان. دي زميلتنا الجديده ان شاء الله تبقى منورانا دايما. مي حلمي، انا شيري، الصراحه لاول مره اسمعكم وسعيده جدا، بشكرك جدا يا شيري. ايمي عاطف، المعاقين امتى المسؤولين هيحترموهم؟ دي عايزه تسمعها مني. والله انا عايز اقول لك حاجه، في حاجات كتيره جدا يا ايمي بتتعمل دلوقتي للمعاقين، واعتقد الدوله شغاله على الملف ده كويس وفيه اهتمام كبير من سياده رئيس الجمهوريه، بس لو عندك مشكله بعينها حاولي تبعتها لنا واحنا بدورنا هوصلها لزميلي احمد خيري، بيبقى دايما يعني هو المتولي القضايا اللي من النوع ده، فنوصلها له. حاولي تتواصلي معاه برضو، حال بلدنا من 11 ل 12 كل يوم من الحد للاربعاء. مريم كمال بتقول مش عارفه موهبتي ايه ونفسي اكتشفها. نشأت محتاجه تدوري، يعني محتاجه تدوري كتير في موهبتك. محمد بيقول لك يا ايمان انا بنام بالليل تقوم مراتي ماسكه تليفوني وتشوفني بكلم مين وبعمل ايه، فقفشتني قبل كده بمصايب كتير، اعمل ايه؟ يا تبطل المصايب اللي بتعملها يا تعمل باسورد للموبايل. يعني لو عمل باسورد ده كده انت بتحرضيه انه يزود اللي هو بس ده هيزود المشاكل عندها لان شكاها هيزيد، وواضح ان شكاها في محله. والله. طيب مشكلتي اني بنام وعايز اسهر علشان المذاكره، ده ايمن ابراهيم، والامتحانات قريبه قوي، اسمع المشكله بصوت نشط. حاول تنظم نومك. تنظيم النوم ده مهم جدا، سواء بقى انت بتنام بالليل اكتر او الصبح اكتر مش مهم طالما انت مش عارف يعني، بس حاول تخطف الوقت اللي انت بتبقى صاحي فيه اكتر وده وتنام في الوقت التاني علشان خاطر تقدر تذاكر بشكل منتظم. يعني مش شرط تذاكر بالليل او الصبح، المهم تذاكر في الوقت اللي انت بتعرف تكون صاحي فيه. صح. في كمان داليا بتقول لك مشكلتي يا ايمان ان انا مرتبطه بواحد وبحبه جدا واهلي خلاص هيجوزوني الاسبوع اللي جاي على طول من واحد انا مش طايقاه ومش بحبه، وبفكر اتجوز التاني عشان احط اهلي قدام الامر الواقع. انا مستغربه والله، هو احنا بقينا في زمن حد بيتجوز فيه غصب وليه سبتيهم لحد ما خلاص هتتجوزي كمان اسبوع؟ يعني كنت افضلي ثابته على موقفك واقنعيهم وخلي ناس يكلموهم، ما كنتيش وصلتي للمرحله دي. انا مش مع ان انت تتجوزي من ورا اهلك، انا مع ان انت حتى تفضلي لحد يعني اخر لحظه. محدش ابدا بيتجوز غصب، ما اعتقدش ان في حاجه زي كده يعني لحد دلوقتي لحد الزمن اللي احنا فيه ده. تتمرد يعني؟ بس مش لدرجه انك تتجوزي من وراهم، بس خلي ناس كبار يكلموهم وبشكل جد وبين لهم ان انت رافضه الجوازه دي اصلا خالص بكل الاشكال. تمام. في حد تاني مش طالب ان هو يقول اسمه، بيقول مشكلتي او هي بتقول ان مشكلتي ان الانسان الوحيد اللي اختاره قلبي جرحني قوي وعارفه انه مش بيحبني واني مجرد اي حاجه بالنسبه له، وعلشان كده انسحبت من حياته علشان حسيت اني تقيله عليه واني مش عايزه افرض نفسي عليه لدرجه اني مسحت رقمه وكنت عايزه كمان اعمل له بلوك لا بس ما قدرتش. تنصحني بايه؟ عايزه انسان بجد مش عايزه انساه بجد، مش قادره ولا عارفه، حتى لغيت المتابعه عنده. لكن قول لي اعمل ايه، بس هو جرح قلبي قوي. مين دي، سميره؟ لا. لا مش سميره، دي حد تاني. مش طالب ان هو يقول اسمه يعني. والله انا مشكله يعني انا دايما ما بحبش اسمع مشاكل من النوع ده من طرف واحد، قد يكون هو عنده مبررات ليه بيبعد، ليه مش موجود، ليه السبب اللي خلاه مش عايز يكمل العلاقة دي. أكيد في أسباب تانية ممكن تكوني أنت مش ذاكراها هنا دلوقتي، لكن هو ممكن يكون برضو عنده
مبرراته القوية. يقول لك هو مش بيحبها، هما مش مخطوبين وعايزين يرجعوا لبعض. هو مش هي مش في دماغه. هي مش في دماغه. هي احسن حاجة عملتها انها انسحبت. ايوه بس هي بتقول لك هي مش عارفة تنسى تعمل ايه. والنبي يا اختي هتنسيه، الزمن بينسي كل حاجة. عيشي حياتك وخرجي مع صحباتك، كلي ايس كريم، اشربي عصير قصب، الحياة فيها حاجات كتير كويسة. طيب قبل ما نسمع الاغنية اللي جاية ايامي بيك، اخر مشكلة هنقراها في اللينك ده ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. ابراهيم بيقول يا ايمان انا متجوز ورحت اتجوزت على مراتي من وراها وخلفت من الست الجديده، ودلوقتي نفسي اطلق الاولانيه بس مش عايز علشان خاطر دي عشرة سنين وهي عمرها ما عملت لي حاجه وحشه، اتصرف ازاي؟ استحاله يعني اني هقول لك طلقها واستندل معاها. انت بتقولي الست كويسه اساسا، طب لما الست كويسه خلاص انت اتجوزت عليها ليه؟ خلاص انت اتجوزت وخلفت وده كل شيء نصيب، ليه عايز تطلقها وانت بتشكر فيها؟ يعني الظلم وحش، الظلم ظلمات يوم القيامه حرام. غالبا هي مش هتوافق لو عرفت انه اتجوز عليها. خلاص بقى خليك مخبي وامرك لله، يا اما لو هي ست عشريه واصيله وكل حاجه فيها كويسه زي ما بتقول على الاقل سيبها هي تقرر. لكن انت تروح يعني اتجوزت عليها وخلفت وكمان هتطلقها غدر، ما انصحكش، حرام الافتراء وحش. ايامي بيك هنسمعها ونرجع نكمل مع بعض مره تانية. 199 رقم الاس ام اس و 21 10 866 هو رقم التليفون وصفحتنا على الفيسبوك راديو 99. ابعتوا لنا كل مشاكلكم وجنبها عايز تسمعها بصوت مين، بتفكرك ايه بايه الاغنيه دي يا ايمان؟ مين اليسا؟ إيه؟ ايامي بيك. ايوه بكره تندم. اهلا بحضراتكم واخر لينك لينا في حلقتنا النهارده. بشكر كل الناس اللي تواصلت معانا وان شاء الله يعني نتمنى نكون حاولنا نوصل لكم او نقول كل رسائلكم النهارده. ايه اخر رسالة معانا يا ايمان؟ ايه ثانية واحدة كده معلش. ايمن بيقول انا نفسي اذاكر زي الناس اسمعها بصوت ايمان. خلي بالك ايمن برضو بيقول لو ايمان قرت الرسالة انا ممكن انتحر من السعادة. والله؟ لا يعني خليك سعيد بس ما تنتحرش. محمد جيزل بيقول انا مشكلتي غيرة مراتي زيادة عن اللزوم، كلمتكم الاسبوع اللي فات على فكرة عشان نفس السبب. الست اللي بتغير دي ضايقها، اسمع مني والله. ازاي ضايقها؟ يعني بص بقى واجه كده على طول، كلم قصادها وابعت رسائل قصادها لحد يعني لازم اللي انت تكسرها. ده الست من دول يا ابني تكسر لها ضلع يطلع لها 24. ليه كده في اخر الحلقه ليك؟ يعني ضايقها، هم ما بيجوش غير بالعين الحمراء. بص في مثل بيقول اللي بيدلك على الطلاق مش هيواسيك في الفراق، عايز تسمع كلام نشأت بقى انت حر. برضو مصطفى عبده بيقول انا متفوق في الدراسة طول عمري والسنة دي في تالتة اعدادي وحاسس بلا مبالاة خالص، ما بذاكرش ومقضيها فيسبوك وكده وخايف قوي تحصل حاجة مش متوقعها، اعمل ايه يا ايمي؟ لا انا يعني انت اتنظرت بقى ولا انت بتقول متفوق طول عمرك جاي في سنة مهمة زي تالتة اعدادي اللي هتحدد بناء عليها انت مستقبلك رايح فين؟ لا ركز، مفيش ما تيأسش ابدا، خلي عندك ارادة وحط قدامك هدف انت عايز توصل له وذاكر واجتهد في الفتره اللي باقيه دي، تقدر ان شاء الله تلم المنهج باذن الله. داليا بتقول انا اتجوزت عرفي. ايه اتجوزت عرفي؟ ايمان بتحب المشاكل اللي بنقعد تعرف انا مشكلتي ان عايز اشوف شخص ده حد تاني، مشكلتي ان عايز اشوف شخص دمه خفيف قوي بس هو على طول مشغول، اعمل ايه يا نشأت؟ ده غالبا حد عايز يشوفك. مش عارف هو رقم اخره 07. يعني حاول تشوفيه مش مشغول امتى وشوفه يعني. يا حبيبتي لو فتحتي الابلكيشن هتلاقي نشأت. ده انت قررت ان انا يعني خلاص قررتي فجاه مع نفسك كده، الست مش كاتبه كده الحقيقه. هنرجع تاني لنرمين بتقول لك انا مشكلتي ان اتجوزت عرفي والورقتين اللي هم بتوع الجواز العرفي كانوا معاه هو. ليه يعني ليه؟ وبعدين انفصلنا وانا عايز اتجوز واحد تاني عرفي برضو بس هو شارط عليا ان لازم اجيب الورقة الاولانية من الراجل الاولاني، اعمل ايه؟ يعني انت ما تعصتيش من التجربة الاولانية اللي معلم بيها لربنا كده غلط اصلا. الجواز العرفي الجواز اساسه يعني الاشهار ان الناس تبقى عارفة، وانت ليه انت بصة لنفسك يعني ليه انت بصة لنفسك انك ما تستاهليش ما تستاهليش ليه زي بقية البنات انك تتجوزي بشكل طبيعي وتبقي مراته قدام الناس وعايزة تكرري التجربة تاني ليه؟ وبعدين ايه يعني الثقة العامية دي ورحت مديله الورقتين؟ الموضوع كله على بعض غلط، ارجعي عن اللي انت فيه بقى وارجعي لربنا كده واستعيذي بالله من الشيطان وفضفضي مع حد بتثقي فيه
يعني ابتدي غيري من حياتك وطوري من نفسك، انت غالبا بصيتك لنفسك مش مظبوطه، تفكير في حد ذاته مش مظبوط. تحياتي لحضراتكم، وان شاء الله بكره قبل دلوقتي بساعتين هنكون موجودين معاكم، ايمان السيد ومحمد نشأت على راديو 99 في ساعه تروح وساعه تيجي. باي باي ايمان. باي باي يا نشأت.